تفضل يا ثامر من الدمام. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام. يا شيخ أنا أبغى أسألك، أنا جاي أحفظ القرآن، ما هي أفضل طريقة يا شيخ بالنسبة لحفظ القرآن، وأيضا بالنسبة لقراءة التفاسير، ما هو أفضل كتاب لقراءة التفاسير؟ شكرا. يا أخي حفظ القرآن تذهب إلى مدرس القرآن وهو يعطيك الطريقة التي تسير عليها، تحضر مثلا المسجد مع الحلقة وتفعل مثل ما يفعل الطلاب الذين يحفظون القرآن، والمدرس هو الذي يعطيك الإرشادات في هذا. نعم. والتفسير، التفسير الصحيح الذي على منهج السلف، تفسير ابن كثير هو أقرب شيء. نعم.